أخيرا في مضى ختافي لمسة جميلة 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 فتاها تن وانهاها تن اللاعب رقم واحد فاهم. شوف اللقطة مرة أخرى حظية كريستيانو اسكو لخميس وخميس لكريم بنزيما شوف ضرب الكرة وشوف التحرك السليم ونهاية الهزيمة بين مجموعة من المدافعين كلهم حول رونالدو ورونالدو بلدغة واحدة سجل في مرماهم التحرك المهارة التألق بجانب رونالدو والتهديف الآن في هذه اللقطة صاروخ جاريث بيل الصاروخ البشري جاريث بيل تمرير عرضية رائعة جدا نحو القائم الثاني خميس رودريغيز نسوا أنفسهم وتركوا المساحات ونسوا أنهم يقابلون ريال مدريد عناصر ختافي انهاروا بعد الأول وقابلوا الثاني ممتازة من جاريث بيل حتى في أسوأ حوالة في مباراة اليوم بين يسجل اليوم